توزيع الكسوة الشتائية والسلات الغذائية والطبقات البيض، وهذا التوزيع بثواب مشتركي اهدوا امواتكم بروا امواتكم وزاد الدارين. احسن مبادرة جيدة للايتام، فرحوا الايتام وما دام يبادرون خوش مبادرة. كل شيء جاي يسوي للايتام يوفرون مواد غذائية، واستلمنا بيض واستلمنا ملابس الأطفال، وجزاهم الله خير الجزاء والله يكثر من أمثالهم إن شاء الله. أكيد المفروض دولة، بس إحنا الدولة هذا الشيء ما يصير من يمه، ماكو حل. فضل يعود لهاي الناس الأهل الرحمة وأهل الخير. ساعات الكسوة الشتائية والسلة الغذائية على العوائل المسجلة لديها، نتمنى طبعا من الحكومة أن تحذو حذو المؤسسات الأهلية إن صح التعبير بتوزيع ورعاية الأيتام والمساكين والفقراء بدعمهم ورعايتهم وتقديم ما هو بسيط لحقوقهم وحياتهم اليومية من مواد غذائية ووسلات غذائية وكذلك ملابس. وكذلك نتمنى إن شاء الله من الحكومة أن تراعي الأطفال الفقراء والأيتام في هذا في مثل هكذا احتفالات، لأن الدور الأكبر الآن هي الحكومة. Thank you.